عودة إلى ام تي في في فقرة كلينيك. رح نحكي مع الدكتور خالد منيمنة عن التروما. دكتور خالد هو طبيب، جراح، سايكوثيرابيست، سايكايتريست ولايف كوتش. كل الأشياء كيف تلحق عليهم كلهم؟ وبايلوت وبايلوت كمان، بس هذا مش بالشأن الطبي. لما نقول تروما بنفكر في نوعين تروما، في تروما الفيزيكال يعني لما شيء جسدي، لما في ضربة، وفي تروما البسيشيك لما حدا يعمل شوك او لما حدا ما يتقبل خبريه معينه. رح نركز اليوم على التروما بسيشيك. وكيف بيصير التروما بسيشيك؟ هل هو مثل الشوك الجسدي يعني خبريه قاسيه مثلا تعمل تروما، او تراكم اخبار ثقيله؟ اثنين سوا. هلا ممكن تكون التروما يكون ناتج عن حادثه عنيفه غير متوقعه او خبريه حتى عن حدا مثلا صار شيء، ولا حدا اصيب بمرض معين ويعني هل الشوك هيدا يعني بيعمل حاله من الجمود لنقول اذا فينا بجسم الانسان. يعني المشكله بتصير ب فينا نسميه الجهاز النفسي، يعني اللي هو ستيونسفير بسيشيك بتنجرح، يعني مثل كأنه أنت عندك طابة يعني مغطاة، الكيان النفسي بينجرح. نعم. اللي بصير أنه ليتخطى هالمرحلة بده وقت الشخص، يعني بده لأنه بضل عايش بهالخبرية، ولا بكون ممكن يعني كان حاضر وقت صار لا سمح الله انفجار، ولا كان حادث سيارة، ولا كان في حادث طيارة، ولا باخرة عم تغرق، عرفت؟ يعني كل هالأشياء هاي بيعملوا شوك. هلا اكيد مش كل الناس بتتجاوب نفس الشيء، يعني في اشخاص بكونوا شخصيتهم ما قبل التروما، يعني قبل الصدمه بتهيئهم انه ما يتحملوا يعني هالقساوه بالتروما. طبعا في حد معين، الكل بمر بمرحله تروما اكيوت تروما، وبيرجع بعدين شوي شوي بتخف هالحدية هالقوة تاعت التروما. المشكلة لما بصير كرونيك، يعني بصير بحالة الشيء اللي نحن بنسميه PTSD، يعني Post Traumatic Stress Disorder، اللي هو يعني نتيجة التروما ونتيجة التفكير والفلاش باكس. طبعا هو مش تفكير كونسيان، يعني هو الان كونسيان اللي ببلش يلاحقوا للشخص بأفكاره بس دكتور شو بيصير يعني لما تسمع خبرية انت ما بتريدها، خبرية عكس اللي أنت بتحبه بتعتقده يعني هذا اللي بده يعمل شوك. ما هو يعني سؤال بس إنه في شيء بالدماغ عم بيتغير؟ طبعاً. في شيء بالنيورون يعني في شيء جسدي عم بيتغير بجسمنا؟ طبعاً. أو بس بالعقل صار في شيء ما حبينا؟ بصير عندنا إمبالانس كامل بجسمنا، بعقلنا وبجسمنا. يعني في عندك شيء اسمه بسيكو نورو أندوكرينو إيمونولوجي، اللي هي هاي مترابطين، يعني هالأعضاء لنقول اللي مثلا الدماغ مترابط مع الجهاز العصبي بالطبيعة، يعني والجهاز النفسي، ومترابط مع جهاز الغدد الصماء، حتى الغدد الغير صماء يعني الأندوكرينو، والجهاز المناعة. نحن بنشوف انه كثير اشخاص من اللي عندهم PTSD بصير عندهم نقص بالمناعة، بصيروا بيتعرضوا لامراض اكثر من غيرهم. يعني بكفي واحد يعمل يكون ستريسي ليمرض اسرع، رشح واشياء بسيطة. فكيف اذا اكزاكتلي اذا في تروما كبير، مثلا حدا فقد قريبه، ولا حتى بحالات تبدا من الصغر، يعني بيكون واحد اهليته مثلا صار في دايفورس بالعيله، ولا توفى حدا من اخواته هو صغير. هالتراكمات هيدي كلها بتسبب له بالمستقبل، طبعا هو عم بجرب يضغطها ويخفيها، يعني هو ما بحب يحكيها، وما بحب يقول للعالم شو صار معه، وما بحب يروح مثلا عند نورولوجيست، لانه اكثر العالم بتروح عند نورولوجيست لانه انا عندي مشكله عصبيه مش مشكله نفسيه. بينما هو الأجدى أكيد إذا ما في شيء عضوي يروح عند بسيكياتر بسيكوترابوت، لا يبدأ بالعلاج الطبي والعلاج النفسي. هذا اللي بدي أسألك، يعني لازم يكون العلاج على، ما بيكفي بس علاج الحكي أو التواصل أو الثيرابي، لازم كمان يكون في علاج كيماوي. يعني كيماوي أكيد هو حسب الحالات، يعني ما فينا نحن نعمم، مش مثل مثلا ديابيتس مثلا ولا الهايبرتنشن، أنه أنت عندك ضغط عالي بعطيك هالحبة والله معك بتراجعني بعد شهر ولا بعد شهرين.
او بالنسبه للي عنده ديابيتس بتعطيه انسولين ولا بتعطيه ايبوغليساميزان او هيك. المشكله انه العلاج بالطب النفسي وبال يعني العلاج النفسي بحد ذاته ان كان يعني ميديكال ولا بسيكوثيرابيوتيك بياخد وقت ولازم يكون في فولو اب ولازم البسيكياتري يتابع، مش انه انا وصفت لك هالانتي ديبرسور مثلا وخلص انه بترد علي خبر بعد 3 شهور، عرفت يعني بده يكون في تواصل، اذا ما اتصل فيه انا بتصل فيه، بروح حتى على بيته اذا ما اجى. يعني نحن عنا يعني بايطاليا نحن عنا هال نشتغل على الرهاب بهالدومين هيدا، منتابع المريض النفسي ما بنتركه، انه في سيستم طبعا. في ناس يعني لانه شيء نفسي ناس بتقلل من اهميته، يعني مثل كانه واحد بيغير معتقده وبيمشي الحال، مثل بتقول لواحد انه كون يعني واحد فيه يكون بوزيتيف، اكيد لازم أكيد واحد يكون بوزيتيف، بس أكيد مريت منفكر انه ما بدها هالقد. نعم، انه انا فيني لحالي اطلع منها وعندي فولونتي انه اقدر اتخطى هالمرحله هاي واتسترا. كتير صعب كتير صعب كتير صعب، لانه اللي بيوصل لحاله الديبرسيون بعد يعني بعد الشوك بصير كتير صعب انه يطلع منها من دون مساعده ان كانت كيماويه يعني دواء ولا مساعده نفسيه. هلا انا بحكم شغلي وهيك بستعمل عده تقنيات بستعملها مثلا بالبسيكوثيرابي، مثلا بسيكوثيرابي كوجنيتيف كومبورتمنتال، ولا بستعمل بسيكوديناميك بسيكاناليتيك، ولا بستعمل تكنيك اللي اسمها EMDR. بعمل ديكونديشنمان وريكونديشنمان، يعني في عده اشياء لكل شخص. بدك يعني بدك تشوف المريض هو شو مشكلته وتعطيه الشيء اللي هو بيمشي عليه، مش انه فينا نعمم على الكل انه انا بعملكم كلكم اناليز وبتطلعوا منها، ولا بعملكم كلكم هل اكيد كل اناليز الى كل شخص له دواء. يعني حتى بالادويه الشيميك يعني في اذا بتلاحظ انه في كثير بيعطوه اول دواء بقول ما مشي حاله هيدا ما استفدت عليه، بيعطيه ثاني دواء بيرجع ثالث دواء. يعني بصير بالتجربه اوقات يعني لانه صعب كثير انك انت تلاقي الدواء الصحيح بالوقت الصحيح للشخص يعني الطالب هالدواء. فيك تتعود يعني فيك تنمي عاده ل يعني نحن عايشين ببلد مش انه بيصير مشكل من وقت لوقت، مثلا نحكي التيارات اللي قلبت بماليزيا انه نعم تيارة اختفت نعم وتيارة قلبت نعم، هولي اشياء بيعملوا تروما طبعا للناس المعنيين طبعاً. نحن ببلد يعني في احداث خطره بتصير طبعاً، هولي ما بتسبب تروما، هل نحن معرضين اكثر من غيرنا او اقل من غيرنا؟ فينا نتعود لهالشيء؟ هي المشكله انه فينا نتعود، كيف يعني فينا نتعود؟ بس بكلفنا غالي كثير لانه نحن عندنا شيء اسمه ديفنس ميكانيزم. هلا ديفنس ميكانيزم وهو ايكونومي ستون ايكونومي بسيشيك، يعني نحن عندنا مثل تقول حساب بالبنك بسيشيك، كل ما عم تنجرح كل ما عم بيصير مشكله كل ما عم بيصير تفجير عم بتفضي منه. ممكن اذا قادر ترجع تعبيه اكيد بيساعدوك العائله، بتساعدك يمكن السفر لبرا، بيساعدك شخص بتحبه ولا عرفت كيف، يعني ممكن ترجع تعطي هالانرجي لهالحساب هيدا نعم النفسي. بس طبعا لما تطول الشغله وتضلك تتعرض لهالجروحات هاي انت ما بتكون حاسس، بس يمكن تطلع بالطياره يوم بدك تروح فاكانس او بدك تروح تعمل شهر العسل مثلا مع زوجتك الجديده بصير عندك بانيك اتاك. ليش جديده كمان بانيك؟ صرنا سنتين ما بقى نسمع غير الناس بتعمل بانيك اتاك. هلا كثير عم بيعملوا، ليش؟ لانه نحن ما عم نفرغ يعني الاشخاص كثار اللي عم بيعملوا بي تي اس دي بلبنان للاسف، يعني عندنا اعداد هائله. المشكله انه ما عم بيصير في تفريغ للانكونسيون تاعهم، يعني الانكونسيون عم بقول لك انت بدك تتحمل، لا وعي تاعنا انت بدك تتحمل، انت بدك تجتهد، بدك تشد على حالك، مش ضروري تاخذ دواء. بينما الكونسيون اللي هو بقول لك انت لا لازم تعمل شيء لتغير حياتك،
ما بصير تضل هيك، لازم تعمل شيء. بس دائما الانكونسيون رح تحسبه مثل الايسبرغ، مثل جبل الثلج، يعني اللي مخبى الانكونسيون تحت والكونسيون فوق. نعم. الكونسيون هو كل شيء انت بتقرر تعمله. نعم. البروغرام اللي بتفتح الصبح لتقول انا اليوم بدي بلش يومي هيك وبدي اكون مبسوط بس بيطلع لك الانكونسيون بقول لك لا، انت منك عايش بوضع لتقدر تعمل هالاشياء، وبيعمل لك إحباط. عارف كيف؟ وهون الرياضة والعلاقات السليمة والصحية والغذاء الصحيح والوقت اللي منقضيه بالشغل exactly. وقت منقضيه لنرتاح، كل هالأشياء مهمة بتساعد exactly. على نرجع نعبي هالحساب بالبنك اللي هو حساب نفسي من الأشياء اللي بتخلينا نتحمل أكثر وأكثر. ميرسي exactly. دكتور نايمة على المعلومات. ميرسي لكم، شكرا كتير. مشاهدينا اللايف لليوم انتهى، بعتذر يعني كان في وقفات عديدة مع قسم الأخبار ولكن التطورات أدت لهالشيء. أنا برجع بلاقيكم التنين والتلاتة، بتمنى لكم ويكند كتير حلو مع لايف. باي باي.